تعالوا نشوف النهاردة بقى الفار ازاي ان احنا مسكناه ودخلناه في داخل المصيدة. اول حاجة الفار ده طبعا لازم نتخلص منه، لانه طبعا يعني بياكل اي حاجة، حتى يعني الاسلاك، يعني ممكن يبوظ ويقطع اسلاك الكهرباء. فاحنا هنحط قطعة من الجبنة او من اللانشون، الجبنة اللي هي الرومي اللي هي الناشفة دي، عشان تمسك في الخطاف ده هو بنفس الطريقة كده. يعني اقل هزه، يعني مجرد ما هو يدخل بس اقل هزه هيقوم يقع على طول في المصيده. واهو والفار هو وقع في قلب المصيده وبيحاول ان هو يطلع، بس خلاص بقى كل سنه وانت طيب، خلاص كده تم القبض عليه. فالمصيده دي كويسه جدا، ممتازه لو كان في فار واحد، انما طبعا لو في يعني اكتر من فار يبقى المصيده دي ما تنفعش. يبقى انت الافضل لك ان انت تستخدم اللي هو ايه، اللاصق. اللزق ده هو انت ممكن بتروح تشتري اللزق بتاع الفيران، بيتباع في انبوبه، او ان انت تشتري الورقه نفسها، هي يعني بقى الوقت بيجي ورقه كامله كده بتبقى جاهزه مجهزه، بدل ما تجيب بقى اللي هو الانبوبه ديت وتجيب كرتونه والكلام ده، وتلف الايه، وتلف اللزق حوالين الكرتونه وتحط الاكل في النص. بالتالي الفار لو جه عشان ياكل هيضطر ان هو يدخل يوصل الى نص الكرتونه، فهي ايه، ديله هيلزق ورجليه هتلزق، وده طبعا ايه طريقه مضمونه جدا وحلوه جدا. الطريقه الثالثه للتخلص من الفئران ان انت تستخدم سم الفار، وده ايضا بتشتريه ايضا ماده سامه بتحطها، بتحط مثلا الماده ديت على اللانشون او على راس سمكه او على الجبن الرومي، وبتحطها في المكان اللي بيتواجد فيه الفار بحيث ان الفار ياكلها. لكن طبعا الطريقة دي خطيرة جدا، لان لو في البيت حيوان اليف، قطة مثلا، او في اطفال في البيت، فهتكون المسألة مسألة خطيرة جدا. فانا يعني بحفز لك ان انت تستخدم لا اما اللاصق لا اما المصيدة، دي طريقة افضل بكتير جدا.